نريد أن نكون صفا واحدا. ما يوحدنا هي صنعاء عاصمة الدولة اليمنية، بدلا من أن نذهب لنستجدي الحوثيين وسلطة الانقلاب الكهنوتي لفتح المعابر وحصار عن فك حصار تعز، تعالوا لنحرر تعز جميعا، تعالوا معنا لتحرير الحديدة جميعا. أعلنوا، تعلن الرئاسة عن انتهاء اتفاق ستوكهولم الذي ينقضه الحوثي يوميا باختراقاته لوقف إطلاق النار، بمنعه فتح طريق الحديدة. أوقفت الحرب من أجل ما كانوا يتحدثون عنه من كارثة إنسانية وحصار أكثر من 20 مليون بحصار الحديدة. استعدينا لفتح طريق كيلو 16، رفضها الحوثي. الحوثي أيضا رفض للمرة الثالثة على التوالي لقاء ضباط الارتباط للنزول لمراقبة وقف إطلاق النار. الحوثي رافض الاتفاق لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل، ويأتي يضحك على الناس ويقول أنه قدم مبادرة بالاتفاق مع الأمم المتحدة خارج إطار اتفاق ستوكهولم، مبادرة انتقائية. يا أخي الاتفاق يقول الكل مقابل الكل، ليش تقول 1000 مقابل 700 مقابل 50؟ عندكم نية للسلام أم مجرد ألاعيب وكذب مثل ما كنتم تكذبون على الدوام في الحروب الست؟ وكان أحد الأطراف لن نسميهم، كانوا يسموا حروب صعدة بالحروب العبثية، إلى أن أدى الحوثي وأخرجهم من داخل صنعاء.